خلينا نعرف المزيد حول هذا الأمر من خلال انضمام دكتور أيمن الراقب خبير الشؤون الدولية معنا عبر الهاتف. صباح الخير على حضرتك دكتور أيمن. صباح الخير أخي الكريم وأختي الكريمة، تحياتي لكم ولكل السادات والسادة المشاهدين والمتابعين الكرام. صباح الخير يا دكتور. أهلا بحضرتك، منورنا في هذا الصباح، ونحب نبدأ مع حضرتك مباشرة بالاستفسار عن الجهود المصرية المختلفة، سواء في إدخال المساعدات أو الجهود الدبلوماسية أو السياسية المختلفة في دعم صمود الشعب الفلسطيني. يعني دايما الحديث عن عدم تصفية القضية الفلسطينية بيكون متصل بشكل أساسي بصمود الشعب الفلسطيني، وصموده لابد أن كان يحدث أن يكون هناك دعم كبير. كيف تقرأ أهمية الدعم المصري في هذا الشأن؟ يعني مصر تعتبر القضية الفلسطينية بصراحة طبيعية، وهذا بصراحة يعني مثل أريحية للحالة الفلسطينية بشكل كامل. ويكفي أن نقول أن منذ أن بدأت هذه الحرب الهمجية على شعبنا الفلسطيني، ومصر تدافع عن الشعب الفلسطيني وتسعى لوقف هذه عمليات القتل ضد شعبنا الفلسطيني، مصر منذ اليوم الأول تبنت الرواية الفلسطينية، هي الرواية الحقيقية بصراحة والتي حاولت أن تقنع العالم بها. وأنا أعتقد المتغيرات التي حدثت في لدى بعض الدول من ضمنها فرنسا كان بناء على جهد مصر، ورأينا أيضا موقف الأمين العام للأمم المتحدة يتغير أيضا بناء على جهد مصري، خاصة بعد أن عقد مؤتمر السلام في مصر. ومهم جدا الحديث عن زيارته لمعبر رفح أيضا. نعم. بالضبط بالضبط، لكن هو جاء إلى مصر، استمع إلى وزارة الخارجية، استمع إلى الرئيس المصري، وبالتالي بالتأكيد اقتنع بالرواية السردية المصرية وهي مستندة على واقع، وتحدث عن بناء السلام، أن الشعب الفلسطيني هو شعب طواق للسلام، ولكن لا يوجد طرف يريد أن نبني السلام، ووصلنا إلى فكرة حل الدولتين ولكن لا يوجد من يستمع إلى ذلك. هذا على الصعيد أعتقد المهم السياسي، ولكن أيضا إصرار الجانب المصري بأن من يريد أن ينهي كل هذا العنف في العالم بالتحديد المنطقة بشكل عام الشرق الأوسط، هو أن يفتح أفاق لعملية السلام للشعب الفلسطيني، دون ذلك لن يفضي إلى طبعا إلى سلام في المنطقة، والعنف لن يولد إلا عنف. هذا التأكيد الذي تواصل من جانب القيادة المصرية على كل مستوياتها أعتقد مهم جدا. والسيد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تحدث في أكثر من مرة على ضرورة أن يكون هناك فتح آفاق للسلام للشعب الفلسطيني. يعني أختي الكريمة وأخي الكريم، يعني نتحدث نحن دور الإعلام المصري واللي نحن نرفع له القبعات كفلسطيني، ونشكره على فتح كل منصاته لنقل الرواية الفلسطينية ونقل الحقيقة الفلسطينية لكل العالم، واللي في هذه الحرب بعد 44 يوم من الحرب أصبح واضحا دور الإعلام بشكل كبير جدا. وأنا أقول في أن الكلمة كانت لا تقل تأثيرا عن الرصاصة في هذه الحرب التي لا زالت مستعرة ضد شعبنا الفلسطيني. يمكن لو تحدثنا عن على سبيل المثال، وأنا ما يعني استخدمته كثيرا في أكثر من لقاء، الدبلوماسية الخشنة. مصر عندما رفض الاحتلال دخول المواد الغذائية أبلغت الولايات المتحدة الأمريكية لن نسمح بخروج الرعاية لجانب ومن ضمنها الأمريكان إلا بإدخال المواد الغذائية والإنسانية لغزة، وكان لها ذلك. وأنا أعتقد مصر يمكن هذا الأسلوب لأول مرة تستخدمه مع الولايات المتحدة الأمريكية والاحتلال باستخدام هذه الدبلوماسية الخشنة التي ألقت ظلالها أكثر من مرة. وأضف إلى ذلك الجهود الدبلوماسية التي لا زالت طبعا تتحرك بها مصر طبعا لفتح آفاق لإنهاء هذه الحرب والوصول إلى طبعا إلى تهدئة بشكل كامل. خلال الأيام الماضية طبعا تحدث الرئيس المصري حول طبعا استقبال الأطفال الخدج أو حديثي الولادة في المستشفيات المصرية، وأعتقد اليوم سيصل أول دفعة هي قرابة 31 طفل. وطبعا هذا الجهد بالتأكيد أو هذا الاستقبال يعني مشكورة مصر عليه، خاصة أن جزء من هؤلاء الأطفال أصلا تقضي ذويهم، يعني جزء من هؤلاء الأطفال أصلا يتامى، ومجرد يعني استقبالهم لإكمال علاجهم بعد أن ضاقت بهم السبل في مستشفى الشفاء، وقد استشهد منهم 9 نتيجة طبعا ما قام به الاحتلال من طبعا قصف ومحاصرة المستشفى وخروج الحضانات عن العمل. بالتأكيد هذا الأمر له دور، وهناك طبعا وصول أعداد قد تكون وصلت إلى مئات من الجرحى الذين يصلون تباعا لتلقي العلاجات في العلاج في المشافي المصرية، ثم سيعودوا لاحقا بعد أن يتعافوا إلى غزة مرة أخرى. بالتأكيد كل هذا الكرم المصري يقدر عاليا من الشعب الفلسطيني في كل مستوياته وكل فئاته. طيب دكتور أيمن، عايز أتكلم مع حضرتك عن النقطة الخاصة بإدخال الوقود. الفترة اللي فاتت، الأيام الأخيرة اللي فاتت، أكثر من شاحنة دخلت إلى قطاع غزة من معبر رفح. حضرتك بتشوف الخطوة دي إزاي، خاصة أن هي منتظرة منذ وقت طويل، من 7 أكتوبر مستنيين دخول الوقود إلى الجانب الفلسطيني.
يعني مصر التي تبرعت في اليوم الأول بأكثر من على حرب غزة بأكثر من 150 شاحنة على الصعيد الرسمي وصعيد الشعب، ولا زالت المساعدات في مصر تجمع للشعب الفلسطيني حتى الأطفال تتبرع بذلك، كل ذلك له دور. الموضوع النفط كان مهم جدا، أنه غزة كانت بالعادة تستهلك في كل طبعا حياتها قرابة 150 ألف لتر بين سولار وبنزين. طبعا هذه الأمور توقفت نتيجة الحرب، فأصبح للحاجة بشكل كبير جدا. عربية الأسعاف توقفت، مولدات كهرباء للمستشفيات توقفت، وحاولت مصر أن تدخل ذلك، ولكن بعد قرار 27/12 من مجلس الأمن بدأ التحرك أكثر، وبدأ الحديث مع الأمريكان بضرورة أن يتم إدخال أقل تقدير كمية من السولار توزع عبر الصليب الأحمر والأمم المتحدة لإيصالها، أقل تقدير جزء لنقل المساعدات للشاحنات لنقل المساعدات، جزء للأسعافات، جزء للمولدات الكهرباء للمستشفيات. وطبعا الحديث عن طبعا تلوث بيئي كبير إن لم يكن هناك وضع حد طبعا لعملية طبعا الصرف الصحي، وطبعا شاحنات لجمع القمومة وغيره من هذه الإجراءات التي تندر بأزمة كبيرة، أزمة بيئية كبيرة جدا. تم إدخال طبعا النفط على مدار طبعا كما نتابع 17 ألف أو 20 ألف طبعا لتر يوميا، وأعتقد هذا الرقم صحيح قليل ولكن أفضل من ألا شيء. حقيقي يمكن حضرتك ذكرت نقطة مهمة جدا يا دكتور أيمن، إن هو العنف لا يولد إلا العنف، وبالتالي طبيعي جدا إن هو أي شخص بيكون فقد للأسف يعني أحد ذويه أو الأهل أو أحد من أسرته، يعني أكيد خصوصا وهو طفل مش هيكبر لأن هو يكون محب للسلام، ولا إن هو يكون شخص يعني بيبحث عن السلام مع الدولة الإسرائيلية. وبالتالي فعلا أكبر عدو للدولة الإسرائيلية حاليا هي إسرائيل نفسها وممارساتها الوحشية. كل شكر لحضرتك على وجودك معنا، وكل تعزينا طبعا لكل أهالينا في قطاع غزة وفي فلسطين بصفة عامة. شكرا جزيلا لحضرتك على وجودك معنا عبر الهاتف، الدكتور أيمن الراقي، خبير الشؤون الدولية.